حيكم شباب. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا. الواحد يقول الحمد لله دائما. انحسرت الحالة الجوية وطلعت الشمس، ولكن نشاهد الآن ما تبقى من هذا المنخفض من جريان الأودية. الحمد لله، حمدا كثيرا. يعني يمكن بعض الأودية عندك سماء الشناص تقريبا، يعني شهدت جرفة تاريخية أمانة. يعني مر علينا أعاصير، عواصف، لكن مثلها يعني شوف الإعصار بعدين عاصفة بعدين يجيك المنخفض اللي هو هذا، ما كانت بهذيك القوة العاصير والعواصف، بس المنخفض هذا بصراحة تاريخي. شفنا أمور مآسي حاليا، يعني أكثر من 18 حالة وفاة أو غريق. شفنا أيضا بعض القرارات الخاطئة، القرار من وزارة التربية اللي هو أول يوم أخطأوا، وبعدها شفنا صححوا الخطأ، وبعد وش يعني بعد فوات الأوان. تعلمنا شوي بعض الأمور، وأيضا بعض الحالات لا زالت مستمرة في كل منخفض إلا هو عبور الأودية. الآن أتوقع أن حكومتنا الرشيدة أتوقع راح تشكل لجنة، أتوقع وأتمنى بصراحة حلو تعويض المتضررين. أكثر شيء اللي صار في سماء الشان والمعلمات اللي يعني ما يلهن ذنب راح يأدن واجبهن، والمدرسة جنب الوادي وجا الوادي وشل سياراتهن، يعني بصراحة نتمنى تعويضهن، وأتوقع إن شاء الله راح يعوضوها إن شاء الله. كذلك يعني نحن عندنا رجال الأعمال، ترى الخير البلد فيه، والله فيه خير، في خير. عندنا رجال أعمال يدينهم كريمة ويدينهم بيضة، عندنا شركات، عندنا كثير. يعني لو الكل تكاتف من الشركات ومن رجال الأعمال مع الحكومة، صدقوني تم تعويضهم. حتى بعض المزارع، شفنا بعض المزارع في إحدى الولايات، أعتقد صوب صحار، ما بين صحار وينقل، امتسحت. يعني بعض المزارع يعني يقول لك وصل أول مرة يوصل الوادي لحد من كثر قوة من قوة الأودية، امتسحن بعض المزارع امتسحن. أيضا أتمنى أن يشملهم التعويض، يعني نشوف مثل هذه الخسائر المادية تتعوض، لكن الأرواح يعني صعبة. والحمد لله على كل حال، أتمنى التكاتف الجميع، رجال الأعمال ناشدهم بصراحة، ناشدهم ناشدة قوية. وأعيد وأكرر، البلد فيه خير، البلد فيه رجال وفيه تجار، أتمنى أنهم يساهموا بصراحة. والحمد لله على كل حال، والله يرحم المتوفين ويصبر أهاليهم، خاصة موضوع سمد شان وايد يعني وايد ضايقت بصراحة. 9 أطفال أو 10، الحمد لله على كل حال. وخلص المنخفض. شوف الخطأ اللي سوته وزارة التربية، أنا أتوقع أنه خلاص يعني موضوع أن الإجازة ما أتمنى وزارة التربية تحددها، خلاص لازم يكون هناك في لجنة اللي هي لجنة الطوارئ، أعتقد هي اللي تحدد الإجازات، بحيث أنه خلاص، لأن مثل هذه الأمور شوية صعبة عليهم أنهم يحددوا. فأفضل أن هناك تكون لجنة هي تحدد كل شيء، كل حاجة. تعرفون ياس، أشوف أمس فيديو في أحد الأودية في الرستاق، يعني ما أعرف كيف، يعني ياسيني يشوفوا الوادي
لحظة وصول الوادي، موقف الجيب مرة على الحافة ينتظروه يقترب يقترب يقترب. راح الحبيب يوم شاف الوادي يشغل الجيب وطاع يتحرك، تورط الحبيب، بس ما أعرف هل، لأن الفيديو ما كامل، ما نعرف هل طلع، يعني تصرفات بعض الأحيان غريبة عجيبة، والله غريبة عجيبة. يعني بعض الأمور نشوف هل هو متعمد، هل يعتبر هذا شيء من القوة. الله يهديهم الشباب، بعد نوبة ترى غير نمونة. يلا الحمد لله على كل حال عدت على خير، نسأل الله السلامة وأن يحفظ عمان من كل شر، وحفظ الله السلطان هيثم الطارق أكيد، يعني ما راح يقصر حكومتنا ما راح. ها أم مريم أو أم ريم، شنو هذا؟ تعرف نحن أصحاب النياسين ما يعجبنا هالكلام. انتوا ليش انا مستغرب ليش ماخذين فكره عن النيسان انه يبند؟ بالعكس النيسان قوي ما يتاثر. الله العظيم ها سبه سبه صراحه، سمحي يعني اهانه 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 والله في حق النيسان. وتعقدت من كلامكم، وايد ماخذين فكره سيئه عن النيسان. الحين عاد كيف بنام الليلة؟ الحين هذا في دودة، بعدين نقدوني لو أنا شرطية، نعم بشرخة بخيزران، بطلع من هذا. الحمد لله أنش ما شرطية. وصح كلامك يا أخي، تتكلم عن موضوع هذا كرا عن الجيب، يعني إيش بقول يعني. يلا الله كريم، لا تقهرني لا تقهرني. أنا ما أقول من الحكم، أغلب القرارات صحيحة صح. طرد هذا كروخ، الله ما فيش أقول، الله يهدي، ما مسلم، ما فيني برضى لعن بعد نيتو. أخي متقدم 1-0، خليه يسجل يغيب، خليه ينفرد، ترى بترجعوا أنتوا أقوى. الله لو ما طرد متهلين. يلا عاد انتظر سنة الجاية، والله انتظر. أبو برشلونة يشيل دوري الأبطال، وش ذي الحالة ما أعرف يا أخي. حيك مردغونا مردغونا، نعم نعم سواها ديمبلي. غم والله غم وهم، حيرة وتوجع، هي دارنا دار المقام، وكلنا آتى الحبيب الهاشمي بلا. إيه يا سقولون، الله كريم.